السلام عليكم، معكم خفن زربن. مرحبا بكم في برنامجكم اليومي سهله ماهله، ونقول لكم مبروك عيدكم. واليوم علاش لا ما ندير واحد الحليوه نحطوها نهار العيد تكون معسله على بركه الله. غادي نديرو اللوز، الزبيب، بيستاج، الشريحه، العسل، الكوك، وغادي نزيدوها ديك النسمه ديال الكراميل وشويه ديال المزهر، ونطحن كل شيء مزيان. الخليط ديالنا وجد، غنمشيو نوجدو خليط ثاني. الكاوكاو خضر، وغادي ناخذو نار متوسطه وغادي نحمصوه حتى يتقرمش. الكاوكاو برد لينا، غادي نطحنوه شي طحينه، ونزيدو على الخليط الاول ونجمع الخليط مزيان. دهن سطح العمل بالزيت وغادي نرققها مزيان بحال ما هكا، بحال شغل المحنشه. ناخذ ورقه فيلو وندهنوها مزيان بالزبده باش تجينا مقرمشه. ناخذ الحشوه، نحيدوا الزوائد ونجمعوها مزيان بحال ما هكا. واخر مرحله غادي ندهنها مزيان بالزبده دايبه، نديوها للفران يكون سخون 180 درجه ونخليوها تطيب حتى تحمر. العسل، زيدة سيخ تنزل بالعسل، وأخيرا شي دريديرة ديال الزنجلان. اسمع اسمع القرماشة. اليوم غنديروا واحد الحليوة تقدروا تقدموها نهار العيد، تعطيكم الطاقة ومقاديرها بساطين وموجودين في رمضان. في واحد العجانة غادي ناخذوا البيض، الزيت، السكر، انا غنستعمل البني. نخلط كل شيء مزيان مده ديال 5 دقائق. الخليط تخدم مزيان، غادي نزيدها عصير البرتقال، لافارين، سكر، ونزيد نخلط كل شيء مزيان. نزيد هذه السميده، خماره ديال الحلوى، ونزيد نخلطها مدة 3 دقائق. بعد ما خلطناها مزيان غادي نزيدوها واحد الحكيكه ديال القشور ديال البرتقال. في واحد المول سبق لي دهنته بالزبده ولا فاغين، غادي نعمر الخليط، نديوها للفران طيب لنا في 180 درجه مدة ديال 20 دقيقه. البسبوسه كياكلوها بزاف الناس ناشفه، اليوم غندير واحد لا كريم باتيسيير باش نرافقوها بها. اول حاجه غادي ناخذ الحليب، الفاني، نحركوا واحد التحريكه باش نخلي الحليب يشرب ليا الفاني ويتنكه مزيان. غادي نزيدوها السكر، انا غنستعمل السكر البني، ونديها النار، النار تكون متوسطه، ونخليها حتى تغلى. الحليب غلى لينا، غادي نزيد البيض، النشا، ونزيد الحليب واحد شويه، ونخدم الخليط مزيان. نخوي الحليب شويه بشويه باش ما يطيبش ليا البيض، ونخلط مزيان، ونرجع للمقلاه ونديها النار مهيله حتى تعقد ليا، وطبيعه الحال مع التحراك. البسبوسه ديالنا تحمرات ووجدات، وغادي نزوقوها بلا كريم باتيسيير اللي وجدنا. بسم الله من الوسط، ونزيدوها شويه ديال الفخوي، انا غندير الفخيز، نزيدها شويه ديال البعوي، وما بقى لينا الا ندردرو عليها شويه ديال السكر كلاصي. اليوم غنديروا واحد الحليوه تقدروا تقدموها نهار العيد، تعطيكم الطاقه ومقاديرها بساطين وموجودين في رمضان. غادي ناخذ اللوز، الاكاجو، ونزيد عليه القرقع، اش بقى اطحن. اطحنا المكونات مزيان، وغادي نزيدوها واحد المعلقه ديال الماء زهر كبيره، نزيدها واحد الطحينه خفيفه. غادي ناخذ واحد البول ونديروا فيها الزنجلان والكوك، ونزيد عليها الخليط،
وبطبيعة الحال الحليب مركز محلى، ومبقى ليا الا نجمعها بيدي. غادي ناخذ واحد لابلاك وندير شويه ديال زيت الزيتون وندهن لابلاك ديالي مزيان. غادي نحط المكونات ديالي ونخدم الخليط مزيان في واحد المقله سخونه. غادي نحمر اللوز، مبقى ليا دابا الا نطبعو. تقدروا ديروا اي شكل كيعجبكم، بقى لينا الا نزوقوهم شويه ديال اللوز، بيستاج، الفخيز مجفف، نتمنى حلقة برنامج سهلة مالا تكون نالت إعجاب ديالكم، عيد مبارك سعيد، وأكني عن ربي، السلام عليكم.